هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر شيئا من القرآن الكريم؟ نعم، فسر شيئا كثيرا من الصحابة، وضح لهم شيئا كثيرا، كان يقرأ عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام ويبين لهم معناه، ترى في المجالس، ترى في الخطب، ترى يقرأ عليه القرآن ويبين عليه الصلاة والسلام ويحتاج الناس إليه. فكثير من الآيات فسرها عليه الصلاة والسلام، وكثير منها فسره الصحابة رضوان الله عنهم، ابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وهكذا التابعون على ما ظهر لهم من الآيات الأخرى. فإذا القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم السنة تفسر ما خرج من القرآن، وهكذا يفسر بعض الكلمات بما علم من لغة العرب، فإن الله أنزله بلغته بلسان العرب، فالكلمات التي تتعلق باللغة تفسر باللغة العربية، والأحكام تفسرها الآيات الأخرى، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، وبعضها فسر في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما مخاطب الرسول الصحابي الذي كان يصلي المسلم الصلاة لناده فأي صلى يقول يا أيها الذين استجيبوا إلى رسوله، اعتبر هذا تفسير؟ نعم، من التفسير استجيبوا إلى رسوله. نعم.